السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو نشوفوا فرض كتابي الاول لمادة الجغرافيا. اولا اعرف الخريطه. الخريطه عباره عن سطح مستوي نمثل عليه الكرة الأرضية أو بعض أجزائها. ثانيا اعتمادا على الخريطة أعلاه، املأ الجدول بالعناصر أو بعناصر الخريطة موضحا مدلولها. أولا نشوفوا الخريطة، لدينا العنصر الأول اللي هو العنوان، المعدل السنوي للتساقطات المطرية. إذن العنوان مدلوله يلخص مضمونها. ثانيا سهم الاتجاهات، يبين الاتجاهات الأربعة أي الشمال والجنوب والغرب والشرق. ثم لدينا كيف ما كنلاحظوا عنوان صغير، مربعات ملونة وأرقام. هذا العنصر يسمى المفتاح. يشرح الرموز والألوان المستعملة فيها التي تمكن من فهمها. فهم قراءة معطياتها. آخر عنصر وهو المقياس، وهذا أداة لتصغير الواقع وجعله قابلا للتمثيل على خريطة. ثالثا ما الفرق بين المقياس الكبير والمقياس الصغير؟ المقياس الصغير هو المقياس الذي هو الذي يصغر المسافات الحقيقية كثيرا
نستعمل لتمثيل مجالات كبيرة. كبيرة المساحة، مساحة المقياس الكبير هو المقياس الذي يصغر المسافات الحقيقية قليلا أو يستعمل لتمثيل مجالات صغيرة المساحة. رابعاً، أصل كل وثيقة بالمقياس المناسب لها. نلاحظ لدينا صورتين. أولاً الصورة تمثل تصميم مدرسة، وتصميم مدرسة كما نلاحظ المدرسة فهي مساحة صغيرة، إذن يناسبها المقياس الكبير، لأن قلنا المقياس الكبير هو الذي يصغر المسافات الحقيقية قليلا أو يستعمل لتمثيل مجالات صغيرة المساحة كالمدرسة. ولدينا خريطة مدينة الدار البيضاء وهي مساحة كبيرة، إذن مقياس صغير. مقياس صغير يصغر المسافات الحقيقية كثيرا، لأن الخريطة ديال الدار البيضاء مساحة كبيرة، إذن مقياسها أو يناسبها المقياس الصغير.